دلوقتي هنروح مع حضراتكم لبث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز عشان نتعرف على اهم التمارين الصباحيه اللي ممكن نقوم بيها مع بدايه اليوم عشان نبدا يومنا بنشاط وحيويه. ودي المهمه اللي هيساعدنا عليها ضيفنا اللي بينضم الينا عبر الهواء كابتن ايمن السركي مدرب اللياقه البدنيه. صباح الخير على حضرتك يا كابتن. صباح الخير يا كابتن. اهلا. صباح الخير. صباح الخير نور. صباح الخير باسم. خليني يا كابتن النهارده ابتدي معاك من اخر التمرين مش من اوله، لان جات كومنتات او جه ناس كتيره بيسالوا على التمارين البطن. ناس كتيره عندها مشكله في البطن ومتخيلين ان تمارين البطن بس كافيه ان هي تنزل البطن. لو تدلنا شويه معلومات وتبتدي تورينا ايه اهم تمارين البطن ممكن نقوم بيها. طيب تمام. هي طبعا التمارين وحدها لا تكفي انها تحرق كميه الدهون اللي موجوده حوالين منطقه البطن او منطقه المعده، فاحنا الاساس التغذيه بتاعتنا ان احنا لازم نهتم بيها ان احنا بنظبط كميه الكربوهيدرات اللي بتخش الجسم اللي هي اصلا مصدر لطاقه الجسم، فاي حاجه بتزيد عن الليمت اللي احنا عايزينه بيتقلب على طول ان هو بيتخزن. فهي رقم واحد طبعا كميه التغذيه لازم تكون متوازنه جدا، بمعنى 4 وجبات يوميا، كميات صغيره لكن المحتوى بتاعها هو اللي مهم. بنعلي كميه البروتين اللي هو دوره ان هو يبني العضلات ويعمل اعاده تاهيل او بيعمل ريكفري للالياف العضليه، والكربوهيدرات اللي هي مصدر الطاقه بتكون في وجبات معينه باشكال معينه زي البطاطس المسلوقه، زي الشوفان، زي الموز، زي البطاطا. الحاجات دي مهمه جدا، دي ما بتتراكمش. فبالتالي طبعا لو انا النهارده بلعب تمارين قويه لكن الاكل بتاعي مش متوازن يبقى انا كده بدي مجهود على الفاضي، لكن لو انا بلعب تمارين قليله بس صحيحه لكن التغذيه بتاعتي هي اللي سليمه هعمل نتيجه قويه جدا عكس اللي الناس متوقعه. خليني كمان كابتن اضيف على كلام حضرتك برضو نسب الاملاح. دايما الاملاح او الاكل اللي فيه ملح بيخزن ميه، فده ما بيساعدش ان العضلات برضو تبان او تقوى او تدي النتيجه اللي الناس بتبقى متوقعاها في الاول. تمام مظبوط. طبعا هو المفروض ان انا احصل على كل العناصر بتاعتي، يعني انا لو بعمل نظام غذائي انا المفروض يعني اخد ملح واخد فاتس واخد كربوهيدرات واخد بروتين لكن بنسب معينه اللي هو الجسم يستخدمها ما يخزنهاش. فزي ما حضرتك تفضلتي طبعا الملح الاكل وملح الصناعي لما الناس بتستخدمه بكميه كبيره بيخزن ميه وتبقى مشكله بعد كده ان انا اخلص من الميه دي. فعشان برضو اساعد الجسم ان يخلص من اي ميه زياده في حاله لو انا ما ظبطتش اكلي لازم اشرب كميات ميه كتير يوميا، يعني الميه من 2 ل3 لتر يوميا ده مهم جدا. ليه؟ لان انا عندي اعضاء في الجسم ما بتشتغلش غير ما يكون في كميه ميه موجوده في الجسم، زي القلب وزي الرئه. يعني القلب والرئه دي عضلات زيها زي اي عضلات احنا بنمرنها، محتاجه كميه ميه علشان تشتغل، وان 70% من عضلات الجسم كله ميه. فلو انا ما دخلتش نسبه ميه كفايه فحتى لو انا بعمل نظام غذائي متوازن وبتمرن برضو مش هقدر ان انا استفاد. فهي منظومه كامله على بعضها ما ينفعش اقلل من عنصر فيها. الملح كميته القليله مهمه جدا علشان كثافه العظم، لو انا النهارده منعت الملح خالص فانا ممكن اؤدي الى هشاشه العظام، لكن ما استخدمش حاجه زياده عن المطلوب. اي حاجه زياده عن المطلوب طبعا بتقلب عكسها زي ما احنا عارفين. طب كابتن ايمن واحنا بنتكلم على النسب المطلوبه من العناصر المختلفه، في ناس اللي هي بتبدا رياضه لسه وبالتالي بتبقى بتلعب خفيف مش بتلعب تدريبات كتيره او قويه، وعلى مدار ايام ممكن 3 ايام في الاسبوع او حاجه، غالبا دول مش بيكونوا محتاجين ان هم يزودوا قوي الاكل بتاعهم. لكن الناس اللي هي بتلعب بانتظام بتلعب من 4 ل5 ايام في الاسبوع او اكتر، لمده التدريب تدريب شاق وتدريب ممكن ساعه فما فوق، بيحتاجوا ان هم يزودوا العناصر الغذائيه، ممكن ما بيبقاش في مقدره ان هم يلاقوا وقت ان هم ياكلوا مثلا 4 وجبات او 5 وجبات، وبالتالي بيتجهوا للمكملات الغذائيه. النصايح اللي حضرتك تحب تقدمها لهم في ما يتعلق بالمكملات الغذائيه ايه؟ اكتر حاجات مهمه ان هم ياخدوا بالهم منها لو هم لسه بيبداوا، الطريقه برضو بتاعت الاستخدام الامثل علشان ما يدخلوش في الاضرار بتاعتها. النقطة مهمة جدا يا باسم. طيب احنا الأول هي اسمها مكملات غذائية، يعني هي شيء بيكمل عنصر أساسي. تمام؟ تمام. فما ينفعش إن أنا أبدلها، بمعنى إيه؟ أنا الأساس بتاعي التغذية.
ثم تأتي المكملات الغذائية، عشان كده اسمها مكمل. لو أنا النهاردة عكست المنظومة دي وما أكلتش وأخدت مكمل، مش هعمل معي أي نتيجة، زي ما بعض الناس بتقع في الخطأ ده. تمام. فبالنسبة للناس اللي هي بتتمرن، هو أولا كمية الأكل والنسب بتاعته بتبقى على حسب الهدف بتاعي أنا بتمرن ليه أو أنا بعمل إيه. هل أنا ببني عضلات، هل أنا بخس، هل أنا بشيب، هل أنا بحافظ على كذا. فالاساس بتاع التغذيه ان انا باخد 3 وجبات، واهمهم وجبه الفطار بيكون فيها اكبر كميه بروتين واكبر كميه كربوهيدرات علشان اخد الطاقه بتاعتي طول اليوم اشتغل. وزي ما قلنا ان احنا الكربوهيدرات بتاعتنا هي مصدر الطاقه، زي كده ما العربيه المصدر الطاقه بتاعها البنزين، الجسم بتاعي المصدر الطاقه بتاعته الكربوهيدرات. البروتين اهميته ان هو بيبني الانسجه العضليه. الفاتس انا مهمه بالنسبه لي لانها بتخش في عمليه الهضم. انا عمليه الهضم بتاعتي عشان تمشي سليم لازم يكون في كميه فاتس معينه. الفاتس الصحيه اللي انا باخدها من المكسرات وباخدها من التونه، دي الفاتس الصحيه. المكسرات والتونه زائد ان الخلايا العضليه اصلا الغشاء المكسرات والتونه، زائد ان انا الغشاء العضلي بتاعي في الجسم كله بيتكون من بروتين ودهون، فما ينفعش ان انا احوش عنصر منهم. فانا باخد فطار وغدا وعشاء وما بينهم وجبات صغيره، وممكن ما اخدش وجبات صغيره حسب برضو الهدف بتاعي. والوجبه الصغيره اللي مقصوده بين الوجبات الكبيره، يعني ممكن اكل موزه، ممكن اكل تفاحه، دي تعتبر وجبه. لما انا ادخل هذه العناصر وابتدي بعد كده استعمل مكمل بناء على نصائح مدرب متخصص، يبقى انا كده اقدر استفيد بالمكمل لان انا عملت الاساس. فالمكمل لما يخش الجسم يشتغل صح. تمام. انا ممكن ما احتاجش مكمل لو انا ماشي على نظام اكل صح، لان انا جسمي فيه كل حاجه، جسمي فيه كرياتين، جسمي فيه مواد بناء زي كازين اللي كانت موجوده في اللبن. كابتن ايمن معلش، ممكن حضرتك نبتدي نشوف مع حضرتك شويه تمارين، وهرجع لك تاني في اسئله عن بعد التمارين عن المكملات الغذائيه برضو. خلينا نشوف تمارين البطن اللي ناس كتير قوي كانت عايزه تشوفها. هنشوف تمارين ده. تمام. حاضر. طيب احنا مبدئيا طبعا في تمرين اساسي اللي هو تمرين البلانكس، هعمله قدام حضراتكم. وهو مهمته ان هو بيشد عضلات البطن من اول منطقه اسفل الصدر لحد السمانه الاماميه بتاعت رجلي، هيكون بالمنظر ده. انا بثبت بالشكل ده، ما وسطي ما يبقاش فوق، وسطي ما يبقاش تحت قوي، كتافي ما تبقاش تحت، جسمي يبقى مفرود. لما بثبت على الوضع ده ممكن الى دقيقه ونص، بتعمل على عمليه شد كل اجزاء المعده. ودي بتساعد الناس اللي هي بيبقى عندها مشكله ان معدتها مترهله، مش دهون لكن العضلات ضعيفه، العضلات مترهله، فبيبان ان انا عندي كرش لكن هي ما بتبقاش دهون. فالتمرين ده مهم جدا، بيساعد على الكلام ده. في تمرين تاني برضه هنعمله اللي هو الكرانشز، اللي هو والله هو ثبات على الوضع حسب القدرة. يعني في واحد بيعمل 20 عدة الأول، بعدين بعد كده يبتدي من 20 يزود ل30، في ناس بتقعد لحد دقيقتين. فهي طبعا أي حاجة لازم تبدأ تدريجي. يعني طبعا لو أنا عندي حد لسه مبتدئ في الموضوع ده ما أقرصش عليه، عشان إيه العضلات دي مشكلتها إنها لما بتشد قوي يعني بتعوقه في الحركة العادية بتاعت اليوم بتاعه. تمام. التمرين التاني اللي احنا هنعمله التمرين اسمه الكرانشز، وهو خاص بالجزء العلوي بتاع عضلات المعدة. ان انا بنام على ظهري بالشكل ده، تمام، وبطلع بالمنظر ده. كابتن وحضرتك بتتمرن يعني ربع طلعة. وحضرتك بتتمرن، انا ممكن تقول درجات الصعوبة؟ انا عارفة ان هو الكرانشز ليها كذا درجة، ممكن لو فرد رجله بتبقى اصعب او استخدم وزن بتبقى اصعب، صح؟ يعني بيقوي او بيخلي الحركه اتقل. هو لا يصح ده، هو لا يصح في التمرين ده انا افرد رجلي. يعني الصح بتاعه ان انا افضل تاني رجلي زي ما انا عملت كده. ليه؟ لان انا لو فردت رجلي في الطلوع بتاعي انا بعمل ضغط على اللور باك او عضلات اسفل الظهر، وبالتالي عضلات رجلي الخلفيه كمان بتشد، فبتعوقني في الحركه وبتبقى خطر على الفقرات. فالافضل ان انا يبقى في الثانيه الخفيفه اللي انا عملتها في الركبه دي. والطلعه ما بتبقاش كامله، انا يا دوبك ان انا بعمل ربع طلعه، والهدف منها ان انا بعمل شد على العضلات او بنسميه القرص على العضلات او السكويز. فده اللي بيعمل تنشن على العضله، لان انا اداء التمرين بالشكل ده بيخلي العضله مشدوده طول التكرارات والعدات اللي انا بعملها. طيب حضرتك ده كده تمرين الكرانشز اللي هو للأبر. كم اتفضل حضرتك ممكن تورينا باقي التمارين؟
تمام. احنا كده عملنا تمرين البلانكس اللي هو بياخد كل عضلات المعده، عملنا تمرين الكرانشز اللي هو بياخد الابر، هنعمل تمرين تاني لللور اللي هي منطقه اسفل الايه اسفل البطن، هي عضلات طوليه موجوده في اسفل البطن. انا بنام على ظهري بالشكل ده وبحط ايدي تحت منطقه الجلوتس ورجلي مرفوعه عند الارض رفعه خفيفه، وابتدي ابدل بالمنظر ده حاجه خفيفه بالشكل ده. التمرين ده برضو بيشغل لي عضلات اسفل المعده، المنطقه من هنا لحد اسفل المعده، والعضلات الجانبيه اللي شغاله معاها برضو الايه الابر، يبقى انا كده شغلت كل المنطقه بتاعه البطن. بيبقى منطقة واحدة بس اللي هي منطقة العضلات الجانبية بتاعت المعدة أو البطن، ودي أنا ممكن أستخدم فيها وزن بالمنظر ده. أنا بقى بالشكل ده بمسك وزن بإيدي اليمين وإيدي الشمال على راسي، وأنزل للجنب يمين وأطلع بالمنظر ده، أنزل للجنب اليمين وأطلع بالمنظر ده. أنا هنا بشغل كل المنطقة الجانبية بتاعت منطقة البطن أو الكوع. أنا كده غطيت كل عضلات المعدة أو المنطقة دي. التمارين دي أنا أعملها 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع كافية جدا. يعني في ناس بتلعب بطن كل يوم، يقول لك يعني عشان أنا أقدر أطلع عضلات بطن فأنا بلعب بطن كل يوم، بلعب كارديو كل يوم. خلي بالك إن عضلات البطن زيها زي أي عضلة تانية، يعني ليها كمية تمارين معينة بتخش وليها فترات راحة لازم تعوض فيها. طبعا هي البطن يعني لا ينصح خالص من هو يبقى كل يوم، مش كل يوم زي ما احنا بنقول كده يعني احنا زي ما بنقول كده ان احنا في مجالنا بنقول ان البطن بتتعمل في المطبخ ما بتتعملش في الجيم، اللي هي بما معناه ان هو النظام الغذائي رقم واحد. نعم نعم. طيب في نصائح اخرى برضو لو بنتكلم على منطقه البطن يا كابتن، تقدر حضرتك ان انت تنصح بيها المشاهدين؟ احنا اتكلمنا شويه على الاكل، اتكلمنا على الغذاء، في حاجات معينه خاصه بس بمنطقه البطن ممكن التركيز عليها او التقليل منها في الاكل يبان اثره بشكل سريع برضو على المعده؟ هي نسبه الكربوهيدرات ونسبه السكريات. طبعا السكريات المفروض تبقى ممنوعه تماما، يعني الحلويات والسكريات والسكر الصناعي اللي انا بستخدمه في الشاي او القهوه او النسكافيه او الكلام ده كله، كل ما قللت استخدامه كل ما كان احسن طبعا، لان الحاجات دي فعلا ملهاش اي فايده. يعني السكر ده يعني للاسف سم ابيض، يعني هو ما فيش اي ليه فايده على الجسم. يعني مثلا لو احنا قارنا ما بينه وما بين مثلا التمر الطبيعي، طبعا التمر الطبيعي هو اللي افيد. تمام. فبالتالي هي نقطه السكريات والاملاح اللي داخله لازم تكون نسبتها قليله بقدر الامكان. الاعتماد بقى على البروتين ده مهم جدا. ليه بقى؟ لان البروتينات وهي بتتهضم في المعده محتاجه كالوريز، محتاجه سعرات حراريه، فبتاخد من اللي مخزون في الجسم. تمام. عشان كده بيبقى نسبتها اعلى في النظام الغذائي بتاعي. طب لو رجعنا للبروتين كابتن، كنا لسه بنتكلم قبل ما نبدا التمارين على المكملات الغذائيه. في ناس ما بتيجي بتزود في التمرين زي ما كنا بنقول، بتضطر ان هي او بتحتاج ان هي تزود برضو في الوجبات الغذائيه. العدد الاقل او الادنى من الوجبات الغذائيه 3 وجبات في اليوم، ممكن ان هو مكملات غذائيه تغني عن وجبه كمان زياده، بدل ما يبقوا 4 وجبات يبقى 3 وجبات ومكملات غذائيه؟ بص، هو طبعا في مبدا ان المكمل لا يغني عن وجبه اساسيه، المكمل لا يغني عن اكل يخش الجسم وياخد دوره الهضم بتاعه وياخد دوره التوزيع بتاعته. تمام. المكمل مهمته ان هو يؤدي مهمه سريعه، لان هو اصلا الحاجات دي بتبقى مصنعه سريعه الامتصاص، فباخدها بعد فتره التمرين عشان اعوض المخازن الجلايكوجين او مخازن الطاقه اللي انا فقدتها اثناء التمرين لحد ما اكل الوجبه بتاعتي. كابتن لكن انا ممكن اعمل حاجه، يعني انا النهارده لو انا معلش هقطع كلام حضرتك طبعاً. برضو واحنا بنتكلم على البروتينز طبعاً. او التعويض عن الوجبه، في انواع من اللي بتتاخد كبروتين تعويض بيبقى فيها سكريات، فبالتالي دي بتزود الوزن، وناس كتيره بتاخدها بيبقوا فاكرين ان هي كده هو عامل ريجيم وان هو كده المكون ده هيعوضه عن وجبه، بس بالعكس هو يعني لو كل بروتين طبيعي بيبقى احسن، او يتجه ان هو ياخد المكمل ده اللي هو البروتين اللي بيغني عن البروتينات من غير سكر ويكون معاه ميه مش لبن. ف
فلو حضرتك تكلمنا عن الفرق بين البروتين اللي بيبقى فيه سكر والبروتين اللي من غير، واللي هو طبعا هو بيبقى ناس ما بتحبوش لانه بيبقى طعمه زي الدواء، بس يعني ممكن حضرتك تقول لنا الفرق بينهم. طيب هي دلوقتي المكملات انواع، يعني انا في مكمل بناء وفي مكمل تعويضي وفي مكمل بيديني طاقه. انا هتكلم عن المكمل البناء اللي هو ممكن يخش فيه السكر، هو ما بيبقاش فيه سكر عالي قوي لكن بتبقى نسبه الكرب هو اللي عاليه. يعني انا عندي نوعين مكمل، في مكمل ما فيهوش كربوهيدرات خالص بيبقى زيرو كرب وزيرو شوجر وزيرو فات لكن كميه البروتين بتاعته بتبقى عاليه، يمكن ده اللي افضل شويه. وفي مكمل تاني بيبقى فيه كميه كرب اعلى وفات اعلى شويه للناس اللي هي عايزه تملى جسمها او تتخن، بس مش عايز اقول تتخن عشان ما حدش يفهم انها تخن تخن، لكن عايز اقول واحد نحيف جدا وعنده الحرق عالي وعايز عضلاته تشتغل فبياخد المكمل ده. انا ممكن اعمل حاجه عشان برضو استفيد من المكمل الغذائي لو انا حطيته كوجبه بين الوجبات، لو انا باكل فطار وغدا وعشاء تمام سلام ما فيش فيهم اي مشكله ومظبوطين، ممكن ان انا الوجبه السناكس اللي ما بين الوجبات احط فيها كميه باودر او سكوب باودر، وممكن احط معاه موزه، ممكن احط معاه شوفان، وممكن احط يعني حاجه بسيطه جدا عصر ابيض، ويبقى ده الشيكر بتاع او المشروب بتاعي بين الوجبات. هنا اقدر استفيد لان انا حطيت معاه عناصر تانية زي الموز والشوفان ما خدتوش لوحده، فبالتالي عملتها اكنها وجبه بالظبط. تمام اوكي، متشكرين جدا لحضرتك. كابتن ايمن الساركي الف شكر لحضرتك مدرب اللياقه البدنيه على كل المعلومات دي وعلى التمارين اللي بنحب دايما نبدا بيها مع حضرتك صباحنا.